الأستاذ عمر حلوي محامي هيئة فاس. بالفعل تم تقديم مجموعة من المستشارين جماعة فاس ومجموعة من الموظفين ومجموعة من المقاولين أمام السيد الوكيل العام للملك. تقرر في نهاية المطاف إحالة الجميع على الجلسة ديال 17 اللي كانوا في حالة حراسة نظرية تم اعتقالهم، واللي كانوا في حالة صراح بقوا في حالة صراح، وغادي تتم الجلسة في 17/10 إن شاء الله. شو التهم أستاذ اللي موجهة ربما المعتقلين في حالة اللي مشاو للسجن البكائي؟ من أجل الدقة أنا كنتمنى تنتظروا سك الاتهام الجاهز، ولكن بحكم المعطيات والتجربة نقول لكم بأن غتكون غالبا الاختلاس والتبديد والتزور في محرر رسمي واستعماله وأشياء من هذا القبيل، أمور كتتعلق بالصفقات على الخصوص. بالنسبة للعمدة كانت المتابعة مسألة بسيطة جدا كتتعلق بعدم التبليغ، لأن كاين مجموعة من الموظفين كيقولوا أنه كانوا كيتشكاو له، يعني هي جنحة بسيطة متغلب عليها. أنا كنقول ما قالوها البراءة بالنسبة للعمدة، يعني أكيد لأن المسألة بسيطة جدا مجرد جنحة، أما الآخرين المتابعين بجنايات هو متابع من أجل جنحة بسيطة جدا، وكنقول لكم ان ما قالوها البراء انا متاكد منها، يعني ماشي مساله بسيطه جدا، يعني ما عنده لا تبديل لا اختلاس لا تزوير حتى شي حاجه، يعني مساله بسيطه كتعلق بعدم التبليغ بجنايه يعني بجرائم معينه، وهي انا كنت متغلب عليها لان لا علم له، اكيد ان لا علم له بتلك الاشياء كلها. بالنسبه اللي مشاو للسجن بوركايف بطبيعه الحال واش كاين دلائل يعني وقرائن اللي تثبت لربما التورط ديالهم؟ شي معلومات لربما ممكن تفيدنا، لان الراي العام كيتسالوا. انا لا اعتقد ان كاين دلائل دامغه، يعني كاين معطيات، كاين كلام، مجرد كلام، مجرد اشياء تنساب من اشخاص الى اشخاص. اكيد مبدئيا هذا قولهم وهذا قول هذا، يعني هي ماشي ادله دامغه، وعلى اي حال سميتو ملي غادي يتكشف الملف ويتفتح المحضر ديال الضابط القضاء غيتبين لنا مدى امكانيه التغلب على هاد الصعوبات وعلى هاد الالتهام. شي اسماء وحدين اخرين في جماعه فاس ولا في مقاطعات اخرين كاين تكون انتم في المحاضر؟ لا علم لي ولا حق لي انني نقول لك هاد المعطيات. واخا الجلسه فوقاش ان شاء الله 17/10 ان شاء الله. 17/10 واخا. شكرا بارك الله فيك. شكرا لرجال الاعلام. شكرا اخرى جات هو انه اليوم كانت مرحله ديال التقديم من المتهمين المتابعين لمجموعه من التهم. الوضع بقي كما هو عليه بالنسبه للاشخاص الذين كانوا في حاله اعتقال لا زالوا معتقلين. بالنسبه للسيد العمله والسيد السيد سفيان الدريسي هم في حاله صراح بمتابعات عاديه تتعلق بعدم التبليغ بالنسبه للرئيس بخصوص بعض الاخطاء التي كان يرتكبها النائب الثالث. وبالنسبه للاخ سفيان عنده واحد المتابعه تتعلق باستغلال النفوذ، فيما ان التهم الثقيله المتعلقه بسوء التسيير او تبذير المال العام فتبع بها باقي المتهمون. وهناك جلسه لان الملف تمت احالته مباشره دون اللجوء لمصدر التحقيق يوم 17/10 ان شاء الله. بالنسبه للعمده، العمده وضعيه ديالو هي وضعيه جد مريحه، لان متابعه ديال عدم التبليغ المتابعات تتعلق بان بعض الموظفين كانوا يشتكون من طريقه التعامل النائب الثالث، وربما كتقول النيابه كان عليه ان يبلغ الجهات المعنيه، وهذا الشيء كان تم في واحد المده اللي هي قصيره حتى وقع هذا المشكل مؤخرا. وكنتمنى الوضعيه ديالو الان هي وضعيه سليمه وسيستمر في تسيير المهام ديالو داخل مجلس الجماعه. النائب الثالث هذيك التهم مثبوته عليه؟ احنا بالنسبه لنا كدفاعيه غير ثابته من خلال المعطيات ترجم سيد الوكيل العام، ولكن كتبقى في الاخير كلمه الفصل هي القضاء.